أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات 24 الماضية، فيما سجلت 18 حالة وفاة، 17 منهم غير محصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2211 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1515 حالة من المرض. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.